عبد الله اللهو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة صادق. منصة صادق هي منصة إلكترونية سعودية تقدم حلول التوقيع الإلكتروني وإدارة المستندات. هدفنا الأساسي أن نقدم مخرجات متوافقة مع الأنظمة وبشكل يجعلها مقبولة في المحاكم. هدفنا من زيارة المعارض الدولية هو بشكل أساسي التعرف على أوجه النقص اللي موجودة عندنا وفرص التطوير اللي ممكن نستفيد منها من التجارب الدولية بشكل عام. أيضا كون فنلندا من الدول المتقدمة أو اللي سبقت في مجال الاتصالات، فيعني اكتشاف فرص أو حلول ممكن تكون موجودة عندهم من الأشياء اللي فعلا يعني أثار اهتمامنا. الأثر اللي حنا ممكن نقول أنه استفدنا منه أو لمسناه هو بصراحة معرفة الوسائل المستخدمة في فنلندا فيما يتعلق بالتحقق من هويات المستخدمين. هذا الشيء يعني أعطانا فكرة وانطباع جديد عن مفهوم يعني اللي هو اليوزر اوثنتيكيشن او التحقق من هويات المستخدمين اللي بيستخدمون الخدمات اللي تعتمد على التراست او الثقه. فهذا هو الـ يعني الاثر المباشر اللي احنا استفدنا منه، ولازلنا حريصين انه نشوف عدد من الشركات اللي لها اهتمام مشترك بحيث انه يصير بيننا وبينهم يعني تبادل أفكار في الحلول اللي نقدمها.